ساسي او ثيوس ايمون نيت نصيروس مور شويس مورس مورف انجنيرا اصيرو جابف نايتون روري ايفون اول تيوبين تيبشو سبشاي نيا ديبايا اكسابتي كي يوكا ينالا تكري كي تسيسو نسيو نمي ليا امين الله كريالا يسون كريالا سون كريالا يسون اسمو وبشوي سيبول خني بيو ويالي ليا اسمو رب فني أتجوزي praise him all his angels هللويا praise him all his hosts سبحي أيات الشمس والقمر هللويا سبحي جميع كواكب النور praise him you heavens of heavens هللويا and you waters above the heavens تسبح جميع الاسم الرب هللويا لأنه قال فكانت He has ordered and they were created. Hallelujah. He has established them forever and ever. وضع الأمر فلن تتجاوزه. Hallelujah. سبح الرب من الأرض. يسبح كما اسم الرب هللويا لأنه قال فكانت. وضع الأمر فلن تتجاوزه. Hallelujah. يا رب من الأرض. You great sea creatures and all the depths. Hallelujah. Fire and hailstone, clouds and stormy wind fulfilling His word. الجبال العالية جميع لك. Hallelujah. الأشجار المثمرة وكل الأرض. Trees and all cattle. Hallelujah. Creeping things and flying birds. ملوك الأرض وكل الشعوب. Amen.
يا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك accepted us unto you, had compassion, and sustained us and brought us unto this hour. من أجل هذا نسألون طول صلاحك يا محب البشر نحن أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا كل سلام مع مخافة كل حسدنا كل عمل الشيطان وآمرة الناس أشرار القيام الأعداء الخفيين والظاهرين إن زهنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدسة الصالحة والنفات ترزقنا إياه أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة الأقرب من جميع أنت كنت رسنت بقاجيه
ضابط الكلاب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولهم في موضع القدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد فواحد باسمه وكل واحدة فواحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس، ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم ليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم ويانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك. تفضل يا رب.
اللهم ارحمنا قرر لنا رحمة have compassion upon us. Visit us with your salvation and forgive us our sins.
Christ our God, who said to his saintly honored disciples and pure apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you have seen and not seen them, and to hear the things which you have heard and not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May be worthy to hear and act according to your holy gospels, through the prayers of your saints. Remember also, O our Master, all those who have bidden us to remember them in our supplications and prayers which we offer up unto you. O Lord our God, those who have fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them, for you are the life of us all, the hope of us all, the healing of us all, the salvation of us all, and the resurrection of us all. قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من بشارات الإنجيل لمعلمنا القديس متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على وبن ستير وبنور تيريني سوز بخريستوس بشيرين بنوت ياتون بيهون بشايني بيهوبا بنوت بشايني تنيتير وامين ذوك صافي من 30 مزامير أبينا داود النبي بركاته علينا أمين، الذي يعلم يدي القتال وجعل ساعدي أقواس من نحاس، من تقتني قوة في الحرب وأقلت كل الذين قاموا علي تحتي. باسم الرب إله القوات، المجد لربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. أرسلكم كخراف في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام، واحذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتقدموا أمام ملوك وولاة من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم متكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخوة خاهول الموت
ويسلم الأب ولده ويقوم الأولاد على أبيهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من الاسم والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلصوا. فإذا طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تتممون جولان مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل الأخطار وقال لهم اقبل روح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتم عليهم سكت. أنت الآن يا سيدا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيسة المقدس أن يغفروا الخطايا أرض وحل وأربط كل ربطات الظلم. الآن نسأل الضعف عن أبيك آبائي وإخواتي الضعف هؤلاء المنحيوس، أما ارزقنا رب رحمتك قطع كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بصغر القلب. أنت يا سيد العار وضعف البشر كصالح محمد، اللهم إنما علينا وفرنا باركنا طهرنا حالنا حال سائر شعبكم لنا قومنا حتى نصر مجد. أنت ملك نرسلك المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود لأن يكون بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بعيد القديس الامير تدرس. الكنيسه بتعتز بمجموعه من الشهداء من اصل يعني عسكري، وحتى في كنيسه مارجيرج سبورتنج اول ما الواحد يدخل على ايده الشمال جنب أيقونة الست العذراء وماري جرجس تلاقي فيها أيقونة تبتدي بالأمير بماري جرجس وبعدها طبعا أمير تدرس وماري مينا وبوسيفين. عايزة تؤكد الكنيسة أن حتى الناس اللي كانوا في الجيش كانوا يشعروا أن سر القوة فيهم ليس في الخبرة العسكرية ولكن في عمل الله الداخلي فيهم. لما نرى سيرة القديس الأمير تدرس نلاقي فيه خطة إلهية عجيبة، يعني مش مجرد واحد آمن أو واحد تعمد ووقف قدام الإمبراطور وأعلن إيمانه وانتهت حياته باستشهاد، لكن قصة غريبة. أولا أن باباه إنسان كان ليه مركزه الكبير
وما نعرفش إزاي تزوج أميرة وثنية بنت أمير، وده بأمر الإمبراطور. هل كان في ضغوط؟ هل هي كانت مخبية؟ ما درش أحكم. إنما كل الأقدر اللي شغلني وأنا بعرف السيرة بتاعته، إزاي الله في كل وقت يبعث الإنسان المناسب لأجل بنيان نفوس كثيرة ولأجل خلاص نفوس كثيرة. وده خلاني بديت أراجع نفسي جوايا، قلت وما هي رسالتي أنا في وجودي في هذا العالم؟ يعني لما بدت الخدمة كان التلاميذ كلهم يهود، وكانت الشخصية البارزة المتكلمة شخصية بطرس الرسول، ولذلك بيعتبر بطرس رسول الختان، رسول اليهود، وإنسان ناجح في خدمته. وعلشان ربنا ما يعني يشيل أي نوع من الانقسام، خلاه هو أول واحد يبشر بين الأمم، اللي هي قصة كرنيليوس في سفر أعمال الرسل، قصة كلنا عارفينها. في وعود إلهية أقدر أقول على الأقل من أيام إبراهيم إن لم يكن قبل كده، في وعود إلهية قال له أنا أجعلك بركة. طيب أبارك ولادي؟ قال له لا، أنا حشي أغير اسمك من إبرام إلى إبراهيم، أي أب لأمم كثيرة. ده أنا ما عنديش ولد، ما عنديش عيل يورثني. هو الوعد كده، الوعد بتاعي ليك أنك أنت هتبقى أب لأمم كثيرة. وأعطاه وهو في سن 100 من عمره، اداله إسحاق. وأصبح فيما بعد مجد إبراهيم أب لأمم كثيرة، مش بس لليهود. لما نبص للتلاميذ اللي هم كلهم يهود، طب يا ترى الوعد اللي وعده ربنا لإبراهيم أجعلك بركة وبركة لأمم كثيرة، يا ترى إزاي هتتحقق؟ يعني إزاي تتنفذ؟ بالمنطق البشري استحالة. يعني تخيلوا كده، أي تلميذ من الاثناشر تلميذ طلع على روما يكلمهم عن المسيح، هيقولوا له يعني إحنا يعني أغبية، من حدش يكلمنا غير واحد صياد سمك وتعليمه بسيط، وإنسان يهودي متمسك ومتعصب لجنسيته وحرفي في خدمته وفي عبادته، كان صعب جدا أو تكاد تكون هناك استحالة لإنسان يهودي يبشر عشان يتفتح الباب للأمم. صحيح هو اختاره الكرنيليوس ونجحت خدمته مع كرنيليوس، لكن ما كانش من السهل ان يكمل مع بقية الأمم. ربنا كان بيوضب شخص يكون يهودي صرف، عبراني ابن عبراني، فريسي ابن فريسي، غيور على تقليدات آبائه، يحفظ الكثير من العهد القديم، ويعرف الكثير من دراسات الخاصة بآباء إخواتنا اليهود. وفي هذا الإنسان يخليه وهو يتدرب أو يتعلم عند قدمي غمالائيل معلم الناموس، أعطاه فهم وحكمة وفرصة للدراسات اليونانية أو الهيلينية. فكان إنسان لما يتكلم تشعر لغاية دلوقتي رسائله
بتأثر في كثير من الفلاسفة. يعني يهودي ما حدش يشك فيه، ثقافة يونانية متفتحة حدش يقدر يباريه في هذا. وبعدين اداله قال له بص انا هشغلك، هتشغلني فين؟ قال له باب شغلتك. انا ايه؟ قال لحنانيا انا هخليه يعرف اناء مختار ليا، يعرف ازاي يتألم من اجلي. اختاروا ايضا معاه جنسية رومانية، كانوا اختاروا بجنسية رومانية ما كانتش سهلة، لدرجة ان الضابط الروماني قال له انا اشتريتها بمبلغ كبير عشان ابقى روماني. فرد عليه قال له اما انا فقد ولدت فيها، يعني روماني اصيل. فاصبح يهودي من جهة الجنس والكالتشر، وايضا ليه فكر يوناني من جهة الدراسة، وايضا ليه جنسية رومانية من جهة امتياز خاص به. والحاجات دي كلها كان لها دور. اولا هيهيج عليه اليهود زي ما شفنا في اعمال الرسل، بكل بساطة يقول لهم قولوا لي مين فيكم اكثر غيرة على تقليدات ابائي مني؟ مين فيكم عبراني ابن عبراني فريسي ابن فريسي من جهة الناموس فأنا بار؟ كله مين كان غيور على الأمة اليهودية لدرجة أن كرست كل طاقاتي لتحطيم الكنيسة؟ من جهة الفكر اليوناني لما دخل أثينا وبدأ يتكلم قالوا له عايزين نعرف، قل لنا حاجة جديدة نسمعها. وكسب الكثيرين في أغلب البلاد ذات الثقافة اليونانية أينما ذهب، حتى لما بيبتدي في مجمع يهودي اللي بيتلموا حواليه الجماعة الداخلين في الإيمان اللي ليهم كلتشر يوناني ولكن عايزين يعرفوا ربنا، وفي منهم أوريدي انضم للأمة اليهودية. الجنسية الرومانية نفعته في ايه؟ ربما واحد يقول لما حب يجلدوا الوالي، لما عرف انه روماني ما قدرش، لان ممنوع اي انسان روماني يجلد من غير محاكمة، ده ممكن يتشال فيها الضابط وممكن يحاكم. الاهم من ده انه لان معاه جنسية رومانية معاه باسبور مفتوح في كل الدول الرومانية، ما حدش يقول له رايح على فين. يعني يجي داخل مثلا اي مثلا داخل اثينا في اليونان يقول له حضرتك من فين، يقول لهم انا معايا جنسية رومانية، يقول له اتفضل. زي مثلا ما نقول بين امريكا وكندا، لو واحد معاه باسبور كندي مش محتاج ياخد فيزا، وهو داخل كندا مجرد يطلع الباسبور يمدوا له الفضل، محدش هيكلمه. وبالعكس ايضا بالنسبه لكندا نفس الحكايه. فربنا عشان يشتغل في وسط العالم يختار واحد يهودي اذا صح التعبير، يحمل ثقافه هيلينيه او يونانيه ومعه جنسيه رومانيه ومتفتح الفكر، وأيضا اختار إنسان له جاذبية خاصة. فربنا أخذ كل دول مع بعض طلع منهم الإنسان اللي يقدر يكرز ويبشر بين الأمم. عشان كده خدمته كانت ناجحة من خلال نعمة ربنا اللي بتشتغل بيه. في كل عصر من العصور ربنا يبعت أشخاص يناسبوا العصر. قعدت كده أبص شخصية الأمير تدرس. أولا باباه كان محبوب من الإمبراطور،
وألزمه أن هو يتجوز ابنة أمير في أنطاكيا، هي الإمبراطورية الشرقية، الإمبراطورية الرومانية الشرقية في المنطقة دي، قسطنطينية وأنطاكيا وغيره. ويكتشف في مراته أنها إنسانة وثنية متعصبة، وبذلت كل الجهد علشان تخليه يعبد الأوثان، فضرب لها الأوثان برجله وطلع ظهر شيطان وتحدى هذا الأب، كان اسمه يوحنا أو يؤنس، وكانت النتيجة أنه اضطر يهرب ويرجع إلى مصر ويروح الصعيد ويرجع إلى بلده شط. يقعد قد إيه؟ يقعد ما يشوفش ابنه إلا لما يعيا، فضله كام يوم؟ 5 أيام ويموت. حاجة عجيبة أوي. ليه يا ربي؟ يعني تخيل لو واحد فينا مكانه، إيه اللي عملته في دنياتي تحرمني من ابني وأنا ما أعرفش هو فين، وما عنديش اتصال بمامته، ما فيش حد يقدر يوصل لها، وما قدرش أعرف هل هو قابل الوثنية ولا إنسان مسيحي. يقول أو تقول سيرته أن كان دموعه لا تجف وصلواته لا تنقطع، مش لأنه مشتاق يشوف ابنه، لكن لأنه مشتاق أن يشوف ابنه في حضن المسيح. يعني ما كانتش مجرد علاقات دم، لكن هي علاقات حب لخلاص نفسه أبديته. نقدر نقول أن يؤنس بابا الأمير تدرس قد إيه إكليله وهو يقضي كل هذا العمر بدموع وبصلوات وبصراخ لله لأجل خلاص ابنه. قامت هيالي كده باباه ومامته إلى حد ما يشبه بابا ومامة صموئيل النبي، ثمرت صلواتهم وطلباتهم يعني وتذللهم أمام الله قدم لنا واحد من أعظم الأنبياء وهو صموئيل النبي. ولما ترى سفر صموئيل الأول تلاقيه إنسان صلى عجيب، إذا دخل في ضيق يصلي، وإذا ربنا نجاه يصلي، وإذا تعب من شاول الملك يصلي، وإذا دخل في مأزق يعني حاجة خاصة بالشعب يصلي من أجلهم. إنسان صلى، ما كانش ممكن يوجد مثل هذا الإنسان لولا أنه ولد من أم تعلمت أنها تنسحق أمام الله، ولم يستطع أحد أن يقيم هذه الأم، حتى رئيس الكهنة اتريق عليها وقال لها يعني ما يكفكيش في الساعة الثالثة تسكري وتسكري بيت ربنا، يعني إيه إلا يعني مش عايز أقول الكلمة البلدي، لكن ايه التحدي اللي بتعمليه لربنا ده، انك تسكري وتسكري في وقت مش بتاع السكر الساعة الثالثة يعني 9 الصبح، وبعدين تسكري جوه الهيكل، وبعدين فقدتي حتى من كتر السكر فقدتي الوعد الايه الالتزام بتاعك، فصرتي ابنة بليعال، دول اشهر ناس، يعني انت لولا العيب كنت أطردك، يجيب لك الحرس بتوع الهيكل يطردوكي برا الهيكل. فبصت له وقالت له أنا مش سكرانة، لكن أنا مرة النفس، أنا اتدربت على الصلاة والانسحاق أمام الله، لأن اللي هيجي مني هيشرب هذا الإيه هذا الروح، يطلع ابن صلاة ينقذ أو يبقى له دوره الحي في قصة الخلاص اللي في الكتاب المقدس.
احنا نهنئ باباه ومامته الامير تدرس لانه ما وصل اليه ثمره دموعهم وثمره صلواتهم وانسحاقهم. قعدت اسال نفسي كده، كام واحد بيضرب تليفون يقول لي الحقني يا ابونا، ابني كان شماس وحافظ الحان وكان خادم في مدارس الاحد وكان يقرا الانجيل وكان احيانا ما ينامش من كتر قرايه الانجيل، ولما دخل الجامعه مش عارفه تلم عليه وتلم على عيال فسدانين، وفي منهم ياخدوا دراجز وفي منهم فسدوا وما كملوش الدراسه. يا ترى هل دي كانت مشاعر القديس يؤنس والد الامير تدرس؟ نيفر. ولا مامته. كان عنده ايمان وثقه كامله انه محفوظ بروح الصلاه. قصه الامير تدرس الحقيقه هزت اعماقي بالذات النهارده وانا بقراها، قلت يا ترى هل انا ككاهن اشعر بابوه صادقه واولادي غاليين عليا ولا أكف عن الدموع وعن البكا وعن الصراخ من أجل كل نفس لعل الكل يرجع إلى الله ويبقوا زي الأمير تدرس؟ الأب لم يرى وجه ابنه إلا فين؟ في الخمس أيام الأخيرة، وكانت المفاجأة بالنسبة لي إنه هو يقول كده إنه ترمى في حضن باباه وقال له عايز اطمنك يا ابي ان انا قبلت الايمان المسيحي. وطبعا الله اعلم حكى له على اعمال الله العجيبه، كم من ضباط كم من عساكر كم من امراء قبلوا الايمان المسيحي بسبب هذا الابن العجيب. ربنا لذيذ لأنه بيختار من جميع فئات العالم من يخلص ويبقى إن صح التعبير بيونير أو هيرو في الإيمان. هنلاقي فيه دكاترة وهنلاقي فيه محامين وهنلاقي فيه ضباط جيش وهنلاقي قضاة وهنلاقي رؤساء دول وهنلاقي أباطرة وهنلاقي نساء كبار في السن وهنلاقي شابات معروفين بجمالهم وهنلاقي أرامل وهنلاقي أيتام من كل الأصناف. يوم الرب العظيم هنلاقي أبطال على مستوى عالي، وبالتالي محدش فينا هيقدر يلاقي حجة لأجل إيه يقول أنا كنت في ظروف وحشة، والدي أو والدتي كانوا تعبانين أو بعاد عن ربنا. قصة الأمير تدرس تعلمنا حاجة مهمة قوي. I believe when we celebrate the feast of any of the saints we have to ask God, what is my message? Why you created me? What is my role not only in my family or in my city, but what is my role in the whole world? God created man as his icon, his image, and in his likeness. What does it mean? It means God is the lover of all mankind, and he loves every single person. And in the relationship between the believer and his God, he feels as if he is the lonely one in the bosom of God. As Saint Augustine used to say, is there anyone who loves God like me, or God loves him like me? I hope everyone now asks himself or herself, what is my role concerning the whole world? From a couple of days I asked myself before I prayed,
why God permitted in Iraq what happened now, and none of all the nations even given any notice, as if nothing happened. Why? I believe it is for me, for every one of us. When we read Psalm 2, we feel how all the nations are raged and they are struggling against God. Then when we see what happened in Iraq or in Syria or in Kenya or any other city, that none take care of those who are persecuted, God wants me to say, you are the lonely refuge to all of us. None can help us except you. And you, truly, we attain and receive your grace, your joy, your peace, your glory, and we feel truly we are special children of God. I hope today, if we want to celebrate the feast of Prince Tedros, we have to feel it is the celebration made for me, to me to re-evaluate my life. Do I feel truly a kind of brotherhood or fatherhood towards all human beings? When you hear any person, even those who persecute the church, is very tough and he is not kind, what is your or my feeling? Are we criticizing them, or we are praying on their behalf and from all our heart ask God to reveal himself to him so that he may share the divine glory? Saint Paul, after he met the Lord Jesus Christ on his way to Damascus, and he discovered the plan of God, he said in his epistles that what was written in the Old Testament and in all the Bible, in fact, it is written for me. God granted us this Bible, not to know what about Abraham, Isaac, Jacob, the prophets Isaiah or Jeremiah and so on. God wants to tell me it is a personal message from me to you. I want you to be like an angel of God. I want to work in you, through you, for the salvation of many persons. From a couple of days, there was a meeting, a family meeting, and in our speech and discussion, I said to them, in fact, on the last day, there will be a lot of surprises. One of the surprises to many of the Jews, especially the Jews of Jerusalem, at the time of Jesus Christ, when they will see the mass, the person who was crucified on the right hand of the Lord, and he became a hero, and all the heavenly hosts are welcoming him and glorifying God for his salvation. It is a surprise. They imagined that this person who killed a lot of people and stole a lot of money, and he was very, very tough and very severe, that he has no place in heaven or in the heart of God. But they will discover that he is more glorious than many
of the righteous men. Also, there is another surprise. When you will meet the Lord Jesus Christ, you will discover that you have lot of children, and you will be proud in the Lord Jesus Christ and said, oh, I am coming here and lot of my children with me. Truly in the world I didn't know their names, but in fact even through my prayers, through my kneelings, through my love, through many things in my life, lot of people were attracted to the salvation of the Lord Jesus Christ. I hope today we start and we ask God, can you truly work in me and in all your people so that we may become ambassadors of the Lord Jesus Christ and attract lot of people to you. Glory be to God. Amen. تفضل وصلي. نشكرك من أجل كنيستنا الجميلة العريقة المجيدة بقدسنا. كل يوم عندنا قديس أو أكثر نتعلم من سيرتهم، من حياتهم، من قدوتهم، من مثالهم. زي ما قال القديس بولس الرسول، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم كلمة الحياة، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم وأمانتهم. النهاردة وصينا بروحه ومشاعره وصلواته عنا القديس العظيم الأمير تدرس، الذي نفخر بهذه السيرة العجيبة. كان العالم تافه عنيه، وكان مجد العالم لا قيمة له عنده، كان له هدف ثابت وواضح، هي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. وفعلا لما جاء الموت ما خفش، ما اضطربش، بالعكس فرح وفرحنا. ودينا احنا بنحتفل بتطهيب رفاته الطاهرة، رفاته حتى اصبحت بركة، اللي كل يتهافت عشان ناخد بركة منه. احنا مش عارفين بقى رفاتنا يبقى مصيرها ايه، هل ستنال هذا المجد الذي ناله القديس العظيم الامير تدرس او لا. وان كان لا، ليه؟ لان محبة المسيح في قلبنا ضعيفة وفاترة. إلهب قلوبنا بالحب النار يا رب، الذي يجعل العالم هينا ولينا في حياتنا، وخلى عندنا تمسك بالأمانة، أمانة الحياة وأمانة السلوك، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا على الأرض. هي الحياة هي المسيح. أذكرنا وأذكر كل أولادك وبناتك، اديهم الروح الأميثرس نصيب اثنين حتى يشهدوا لك بإيمانهم وبأمانتهم. واذكر الكنيسة كلها في العالم، خلي فيها روح النقاوة وروح التوبة وروح الاستشهاد وروح عدم الخوف والقلق مما يحيط بنا من أحداث. واذكر أخواتنا في العراق، واذكر أخواتنا في مصر، واخواتنا في سوريا، واذكر العالم المضطرب والنفوس المضطربة. ادي سلام وطمأنينة وفرح للعالم كله. اشغل قلبنا بالأبدية يا رب، وارفع قلوبنا إليك، واقبل شفاعة الأمير تدرس، واجعل حياتنا امتداد لحياته حتى نستحق البركة والمجد الذي ناله بعد أن قضى حياته في خوف المسيح على الأرض. بشفاعة كل قديسيك ومن العذراء أولا وآخرا، اذكرنا أفرادا وبنات ورجال وسيدات، واجعلنا نكون من أولادك التابعين مشيئتك حتى ننال مجد القديسين في هذا الدهر وفي العالم الآتي.
أسمعنا عند قولك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا ذي الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا ونحن معنا. والآن محبة الله تكون مع جميعكم. انظروا وسلم كل سنة طيبين. فرحوا الأمير تدرس بقى إن حياتكم امتداد الحياة. القداس بكرة هيبقى قداسين, واحد زي المعتاد من 7:15 to 9:15 والتاني من 9 to 11:00. بعد الظهر في القعدة في المدرسة من 5 to 7:00 عشان تذكر العيد. كل سنة وانت طيبين. في كتاب نزل, هو طبعا مش هتوزع الكل لأنه مجيئه صعب حجمه كبير, حوالي 560 صفحة عن أفكار القديس باسيليوس الكبير. اللي أحب يعرف فيها أحب أتقابل معاه, لأن نفسنا ناخد الكتاب ونكتبه للشبان الصغيرين, نعيد كتابته بأسلوب يناسب الشبان سواء بالعربي أو بالإنجليزي. اللي عايز نسخة مع الباشمهندس محب, وبيزعل من كلمة باشمهندس المرة الجاية من غير باشمهندس. وفي كتاب صغير نافذة عن الأمير تدرس موجود, وإن شاء الله قريب هتلاقوا مجموعة كبيرة من الكتب.